وأود في هذه الكلمة من الجبل أن أتحدث في النصف الثاني. نصف إلى جلالة الاحتفال بالنية الجبل. يقول جلالة التاريخ إنه التاريخ هو الماضي منظورا إليه من وجهة نظر الحاضر. الأحداث التاريخية ثابتة لأنها تمت وانفقت واستثمرت وجلالتها تتغير في الوقت نفسه. وبالذات بالنسبة للزعماء ضربوا عصوات وفاجأوا مجتمعات بقرارات بدت غريبة ومستهجنة في وقتها. بعدها 20 سنة